فرحة كبيرة خاصة بعد الضغط اللي عشناه. أنت ما تخفاش عليك لما تنهزم من ميدانك تدخل في ضغط شديد، وخاصة هناك ما يقال يمين ويسار. يعني كانت المجموعة، شوف ما يقال، ما نقول لك أنا هذه إشاعات بطبيعة الحال، عالم الكرة اللي ما فيهش إشاعات بطبيعة الحال تكون دائما الإشاعات، لكن أنا نقول لك أنتكم عشتوا معنا هنا أمور أخوية، الأمور عائلية، لازم نترك المنتخب هذا يشتغل يعمل، مدرب جديد نعطوه الوقت، ولازم نحاسبوه بالأهداف، ليس نحاسبه على مقابلة أو مقابلتين. أكبر منعرج اليوم، المنعرج الكبير اللي بالنسبة لي هذا أحسن منعرج اللي أنا عشته منذ قدومي للمنتخب الوطني، لأنه ثلاث نقاط هذه راح تعطينا وثبة بسيكولوجية. ما تنساش أنه هذا آخر مقابلة في عام 2024، ما نلعبوش حتى مارس 2025، فوز مهم جدا جدا للاعبين. رسالة للجعب الجزائري، لازم دائما نبقاو من نور المنتخب الوطني تاعنا ونشجعوا المنتخب ونشجعوا الاشخاص، لازم دائما نبقاو ايجابيين للمنتخب. اليوم فوز الجزائر وفوز علم الجزائر ليس فوز الاشخاص.